ومشاهدينا رح ننطلق بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم ونتعرف على الحالة المرورية في العاصمة بغداد مع نهاية الأسبوع مع مدير العلاقات العامة في مديرية المرور العامة العميد الدكتور زياد القيسي. يسعد صباحك سيادة العميد. يسعد صباحك سيادة العميد. صباح الخير والعافية عليكم وعلى جميع مشاهديكم الكرام وأهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. سيادة العميد اليوم شنو موقف المرور لحركة العجلات في جانب الكرخ والرصافة من العاصمة الحبيبة بغداد؟ شكرا جزيلا لجنابكم الكريم. الحقيقة اليوم عندنا استضافة للسيد مدير المرور العام المحترم اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي، راح يتكلم لنا عن حركة السير والمرور في محافظة بغداد وشون تبدي الحركة بإنسيابية وشون توزيع الدوريات. صباح الخير سيدي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكل يعرف أنه العاصمة بغداد نسبة المركبات وتجوالها وحركتها وعدم سعة الشوارع هي سبب من أسباب الزخم المروري اللي موجود في العاصمة بغداد. احنا كجهة معنية بهذا الأمر واجبنا أن نجد السبل والوسائل لفض الزخم المروري. أحد هاي السبل هي نشر دورياتنا في جميع التقاطعات والشوارع وكذلك الدوريات الآلية العجلات والدراجات. الواجب النشر الدوريات في الساعة 6 صباحا وبهمة عالية ونشاط وتوزيع مباشر من قبل الأخوة أمراء الجوانب جانب الكرخ والرصافة وأمراء القواطع وأشرافهم على دورياتهم وتحديد أماكن الزخم المروري اللي تحصل أثناء الذروة الصباحية والذروة المسائية. تعرفون أنتو العمل بالأخير بالتنظيم أصبح واضح بعد تطويع العقود من أفراد الشرطة. الحقيقة أسندتها إسناد كبير بتغطية جميع التقاطعات وخصوصا عندنا أماكن لم تصلها الرقابة المرورية، اليوم تم نشرها في جميع الشوارع والتقاطعات حتى اللي سابقا ما كانت ناشر بها دوريات. إضافة إلى رفدنا وتجهيزنا بالسيارات الجديدة اللي هي الكوريلا الكروز الهايبريد، اليوم ايضا هذا دعم ثاني لمديريه المرور سواء في بغداد والمحافظات. في بغداد مثل ما تلاحظ هسه على الشاشه اليوم حاله طبيعيه، اليوم خميس حاله طبيعيه، حركه السير من الساعه 6 صباحا ولحد هاي اللحظه شهدت بعض المكانات قليله كثافات، والكثافات بشكل وقتي يعني مو كثافات يعني وقت ذروه قليل قصيره، لكن هذا ما يعني انه هو الحاله طبيعيه. احنا نعرف انه الذروه الصباحيه والمسائيه في ايام تستمر الى بحدود ساعه ونص. اليوم الخميس لا، بالعكس اليوم طبيعيه في كل الشوارع، هذا شوف الحاله طبيعيه وانسيابيه وتجوال بشكل سهل. و يوم عندنا الايام بدايه الاسبوع هي الاحد والاثنين يصير عندنا زخم مروري، لكن احنا عندنا خطط والخطط مباشرين بها في الشارع منذ الصباح وعندنا استعدادات كافية لسحب السير وتخفيف الزخم المروري وخصوصا أثناء الذروة الصباحية والمسائية من قبل أمراء القواطع وضباط المناطق والمنتسبين اللي موجودين عندنا وتفعيل دور رجل المرور خصوصا في التقاطعات اللي تكتظ بحركة السير. التقاطعات اللي عندنا المهمة في داخل بغداد اللي هي تتركز بالأماكن اللي بها جامعات وبها مستشفيات مناطق تجارية من خلال عدم السماح لوقوف السيارات على محيط التقاطعات، إبعاد السيارات اللي بالأماكن التجارية عن الأماكن التجارية. وسبب هذا طبعا السبب الأكيد المباشر اللي عندنا هو عدم وجود ساحات لوقوف المركبات وخصوصا أمام الجامعات وأمام المستشفيات وأمام المراكز التجارية، وهذا يعتبر خلل كلش كبير.
أعمال كثيرة، مشاريع لبناء الجسور وتطوير العمل، 16 مشروع من المشاريع الضخمة في محافظة بغداد. ما هو تأثيرها على انسيابية حركة السير والمرور؟ صحيح اليوم أكو زخم من خلال هذه الأعمال، لكن مستقبلا الحقيقة يعني هاي جهود مباركة وجهود كبيرة جدا برعاية وإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء، وكذلك متابعة من الوزارات المعنية، الإسكان وأمانة بغداد. اليوم هذه لم يشهد العراق حقيقة، يمكن أقول لك من عقد الثمانينات ماكو شيء تطور. يعني هاي الشوارع الآن فتحت عقد مرورية صعبة جدا كانت خانقل سير في مدينة بغداد. اليوم بعد ما لاحظنا وشاهدنا فتح المجسر الفنون، المواطن بدأ عنده نوع من الاطمئنان. احنا صحيح نقول المواطن اصبر وان شاء الله راح يصير الفرج، المواطن يتذمر يقول هاي احنا سمعنا بيها واحنا شفنا هاي الحالات، ما شاهدنا بعيننا فتح حالة مثل اليوم شافها على ارض الواقع. والمواطن جدا ممنون من هذه الاعمال، وخصوصا في وقت قياسي اقل من الفتره المخصصه اللي هي 300 يوم وانجزت في 105 يوم. هذا فد عمل يعني كلش كبير وبهذه المواصفات. اليوم راح تنفتح عقد كبيره من مجسرات وتقاطعات لها اهميه في فض الزخم المروري. الحقيقه المجسرات اللي الان العمل بها على وتيره واحده وباوقات متعدده، اليوم تشتغل اغلب هذه المشاريع ثلاث شفتات. هذه المشاريع راح تحل مشاكل كلش كبيره وتسهل حركه السير والمرور تجاه المدن اللي ضمنها هذه التقاطعات. يعني مثلا تقاطع النسور، تقاطع النسور باتجاهات متعدده فضت هذا الزخم اللي كان محصور داخل هذه الساحه، اليوم تحت له منافذ بكل الاتجاهات. وإذا أشوف العمل ده يمشي على وتيرة واحدة سريعة حقيقة. عندك المجسر مال قرطبة، قرطبة هذا يفض زخم، يعني هذا حلقة رابطة ما بين صوب القناة وبغداد القديمة. هذا أيضا ينجز بمراحل متقدمة وإن شاء الله على عمل كبير، إنه قبل الموعد المحدد لإنجاز هذا المشروع سوف يتم افتتاحه، وافتتاحه يفرض لنا مشكله كلش كبيره. نعم. الاشارات الضوئيه الذكيه المستشعره للزخم المروري صار لها تقريبا 4 اشهر من 1/11 باشرت مديريه المرور بالتعاون مع الشركه المنفذه بنصب 5 تقاطعات في جانب الرصافه و3 خطوط سريعه. لحد الان فقط لرصد المخالفات، ماكو اي مواطن خضع إلى غرامة. هنالك لجنة شكلت بتوجيه السيد وزير الداخلية المحترم وبإشرافك شخصيا سيدي، هل سيتم تفعيل هذه الكاميرات من خلال هذه اللجنة؟ أنطت توصيات لتفعيل الكاميرات على جميع التقاطعات في بغداد والمحافظات؟ يعني الحقيقة هي موضوع الكاميرات هي تجربة حديثة على العراق، الكاميرات الذكية والإشارة الضوئية يعني اعتبره في الانجاز حضاري متطور جدا. اثنين، الى دخل كبير في توعيه المواطن والتزامه بمواد القانون وانضباط مستخدم الطريق في الشارع من خلال الالتزام بتوجيهات وتعليمات اسبقيه السير خصوصا في التقاطعات. هذه الفترة احنا كان اتفاق مع الشركة عمل تجريبي، بما انه قلنا تجربة حديثة على العراق فانطينا مجال وانطينا احنا مدة محددة للشركات لتنفيذ اعمالها بشكل تجريبي، هم تنطينا انطباع عن عملها ومدى نجاحها واستخدامها بالعراق ونقيمها تقييم صحيح حتى نبدأ في خطوة واثقة. بنفس الوقت تنطي مجال للمواطن ان يطبع على هذا الكاميرات والاشاره الضوئيه، لان هي اشاره ضوئيه ذكيه، هاي ما يعني استخدامها ما يكون على اساس
العلامة المرورية اللي محددة في وقت محدد، وإنما على أساس الامتداد في عدد المركبات في السائدات. أنا أول بارحة كنت مع في حوار مع الشركة وقد كملنا الدراسة مالتها، وإن شاء الله بعد إعداد الدراسة راح يتم الاتفاق على شمول جميع التقاطعات في العاصمة بغداد، واللي هي 160 تقاطع في العاصمة بغداد باختلافها الثلاثية والرباعية وقسمها السداسية. بعدين باشرنا الآن على الطريق السريع محمد القاسم من وزارة المالية باتجاه جامع النداء، واستمرارا على مسافة تقريبا 20 كيلو، وكذلك من سريع الدورة باتجاه اليوسفية السريع الدولي الجديد ايضا تم المباشره به. هذا كل الخطط اللي احنا وضعناها والمرتسمات اللي موجوده راح تنفذ عن قريب، لكن احنا راح نحاول ان نباشر بالتقاطعات الخمسه اللي تم انجازها والطرق السريعه لهاي المسافات اللي حددتها قبل ما نبدي بتنفيذ المناطق الاخرى. توجيهنا للمواطن الأخ المواطن هو الانضباط العالي واستخدام حركة السير بشكلها الأمثل من خلال الالتزام بتوجيهات وتعليمات رجل المرور ووفق قانون المرور، حتى نجنب مواطننا من ارتكاب المخالفة وفرض الغرامة عليه. وإن شاء الله عندنا برامج توعوية راح تتم وتنشر عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق مواقعنا الخاصة إن شاء الله. نعم شكرا لك سيادة العميد، يعني على هذه صباح الخير دجلة. شكرا لك سيادة العميد، وشكرا لضيفك الكريم، نورتونا وإن شاء الله نهاركم يكون سعيد. شكرا جزيلا.